بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، وألحقنا بسيد الخلق روحا وعملا واعتقادا وقولا وفعلا وسلوكا وحقيقة. حققنا بحقائقه وحقائق أحبابه، وفرحنا به وفرحه بنا، واجعله قرة عين لنا واجعلنا قرة عين له يا رب العالمين، بفضلك وتوفيقك وكرمك يا أرحم الراحمين، بقدرتك علينا اغفر لنا، وبضعفنا قونا، وبفقرنا اغننا، وبذلنا أعزنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح الشيخ ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى جميعا، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين آمين. وبدأنا في موجبات الغسل في الجلسة السابقة، وقلنا أن الغسل يجب بستة أشياء. يجب الغسل للمسلم بستة أشياء يجب عليك أن تحفظها جيدا، أما التفاصيل فيفهمها الفقيه، لكن يجب على كل مسلم أن يفهم ويحفظ متى يجب الغسل عليه. النقاط، ثم ينصرف، وإن أراد أن يجلس بعد ذلك ليصير فقيها لا بأس، لكن المسلم يجب عليه أن يعرف هذه الأشياء إجمالا. ستة أشياء يجب بها الغسل، وكل ما يخطر في بالك سوى هذه الستة يبقى من مستحب الغسل إيه؟ السنة، لأن يسن الغسل في مواضع كثيرة، في 17 موضع في هذا الكتاب المختصر، وقد تصل إلى أكثر من 30 موضعا في الكتب المفصلة. هذه الغسل الأغسال المسنونة، نحن نتكلم على الغسل الواجب. ستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء: التقاء الختانين، يعني الإيلاج، يعني إدخال قدر الحشفة أو الحشفة أو قدرها في فرج آدم، يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، أو في فرج وخلاص، بلاش علشان نقول آدم، في أي فرج سواء أنزل أو لم ينزل يجب الغسل. يبقى أول حاجة التقاء الختانين، تاني حاجة نزول المني، يعني لو نزل حتى بغير جماع خلاص يجب الغسل كاحتلام وغيره. ثالث حاجة يشترك فيها الرجال والنساء الموت، فالموت يجب الغسل فيه، يجب على المسلمين وجوب كفائي، لأن الميت لا يجب عليه شيء لأنه انقضى تكليفه بموته، لكن يجب على المسلمين. فإن مات مسلم وسط المسلمين ولم يغسلوا يأثموا جميعا أهل قريته أو أهل حيه، فإن قام البعض بتغسيله سقط الإثم عن الآخرين وقاموا بالواجب، فهو واجب على الكفاية. ثم بعد ذلك ثلاثة خاصة بالنساء فقط: الحيض والنفاس والولادة. سهل. يبقى موجبات الغسل ستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء: التقاء الختانين ونزول المني والموت، وثلاثة خاصة بالنساء: الحيض والنفاس والولادة. سهلة. أيوة مطلقة، أدمني
يبقى طالما نازل يبقى خلاص يجب. ايوه طالما وجده في فراشه يجب الغسل، ان كان الفراش ده بتاعه هو لوحده ما بينامش عليه غيره ولا يذكر احتلامه، وان كان فراشه مع فراش غيره فوجد اثر مني يستحب له ان يغتسل ولا يجب، ويستحب لكل من نام على هذا الفراش الذي فيه اثر مني ولا يذكر احتلاما ان يغتسل ولا يجب، لانه لا يذكر، ما عندوش اعتقاد جاز. يبقى ستة اشياء نعملها كتاب شوية في الاول كده. الكتاب ده مهم، الكتاب زمان ده كان مهم، بيطلع رجالة وعلماء حافظين القرآن وعارفين المتون، وبعد كده بعد ما يخلص الكتاب من حفظ المتون والقرآن يدخل الازهر يطلع عالم. لكن لما قفلوا الكتاتيب خلاص الناس بتطلع حتى من الازهر مش علماء للأسف، لان بيقروا مختصرات، كله مختصرات بلا شروح، ومش في كل موضوع كمان في الدين، في مواضيع معينة اللي هو أصلا بيهتم بها الأستاذ في الجامعة اللي هيجيب فيها الأسئلة، وفي الآخر يلبسوه العمة ويقولوا له خلاص خدت العالمية ويسلموه جامع وهو ما يعرفش حاجة لسه مسكين. يبقى موجبات الغسل ستة أشياء، ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء: التقاء الختانين أول حاجة، ثاني حاجة نزول المني، ثالث حاجة الموت، وثلاثة خاصة بالنساء عشان يكملوا ستة: الحيض والنفاس والولادة. تكلمنا في التقاء الختانين، تكلمنا فيها بتفصيل شديد، ووقفنا عند فقرة نكملها في كلام الشيخ البيجوري يقول: ولو كان له ذكران أصليان. كلها بقى نماذج نادرة، كلها صور نادرة يقولها الفقيه لأجل أن يربي فيك العقلية الفقهية، علشان لما تيجي لك نوادر من النوادر العجيبة في الخلق الله تقوم تبقى انت كفقيه تجد لها حل. فهو الهدف ان يولد فيك اللمسة الفقهية، الملكة الفقهية، لكنها نماذج قد تكون نادرة وقد تكون مضحكة احيانا وقد تكون غريبة في غاية الغرابة، لكنها كان العلماء يتربوا على هذا الطريقة التربية والتفكير حتى يتولد منهم الفقيه المجتهد الذي لا يستغرب وقوع أي حدث ثم بعد ذلك يجد له إجابة. فدي نقطة مهمة. ولما تركنا مدرسة الفقه بهذه الصورة جاء الفقيه الذي بيننا الآن لا يستطيع أن يجد حكم الله في مسائل كثيرة مستجدة. ليه؟ لأنه لم يتربى على مثل هذه الصور الكثيرة في دراسة الفقه، فلم يكن عنده خصوبة في تفكيره. ولذلك عليك أن تهتم إن كنت تريد أن تعيد للفقه الإسلامي مجده مرة أخرى، وأن يتولد علماء فقهاء مرة أخرى يستطيعوا أن يجدوا إجابة شافية فيما استجد من أمور في المعاملات وفي غيرها. يجب علي أن يعود لمذاكرة الفقه بالطريقة التي ندرسها الآن علشان يتربى فيه العقلية الفقهية. ولو كان له ذكران، يعني هذا الإنسان ولد له ذكران، تصور أصليان، والاثنين أصليان يعني الاثنين عاملان، الاثنين بينتصبوا والاثنين بيخرج منهم من، احتمال نادر ما سمعناش عنه في الطب، لكن افرض عملوا استنساخ وطلعت رجالة بالمنظر ده، احنا ما نعرفش بقى، شفنا في الكواكب لقينا رجالة بالمنظر ده ودخلوا في الإسلام في المخلوقات اللي في الكواكب، وبعدين عايزين نعلمهم احكام الدين نعمل فيهم ايه؟ لقينا في كوكب المشترى ولا كوكب ما نعرفوش طلع رجاله كل راجل فيهم عنده ذكرين، نعمل فيهم ايه دول؟ وبعدين تعاملنا معاهم، كل الحاجات دي لازم تجي في بالك. فمش تقرا الحكايه وتبقى ايه يعني عقليه ساذجه تقعد تضحك وخلاص، لا مش ضحك، ايه الحكايه؟ مش ضحك الحكايه، ازاي العلماء دول ياخدوا القواعد ويطلع من القاعدة فروع لا حصر لها، ودي عقلية خصبة لا تجدها إلا عند فقهاء المسلمين. فبيقول إيه؟ ولو كان له ذكران أصليان أجنب بكل منهم، فلو دخل ذكر منهم بس في فرج يبقى أجنب، لأنه الاثنين عاملان أصليان، يعني لو مش شرط بقى علشان هو ليه ذكرين لازم يدخل الذكرين، بحيث لو ادخل ذكر يبقى الثاني ما اجنبش لانه ما ادخلش الذكرين، لا يبقى يكفي ادخال ذكر واحد بس في فرج فيجب عليه الغسل.
طالما الاثنين اصليان. طب افرض احدهما اصلي والاخر زائد، زائدة جلدية جنبه كده، لكن في واحد اصلي، فالعبرة، فان لم يتميز فالعبرة بهما معا، طالما ما تميزوش ما نعرفش مين الاصلي والزائد، يبقى العبرة بان الاثنين يدخل يولج الاثنين، يبقى ساعتها لو اولج الاثنين مش شرط يبقوا مع بعض، مش شرط، لكن لو اولج الاثنين وجب عليه الغسل. وان تميز فالعبرة بالاصل، سهلة دي، كله كلام منطقي ماشي. ولا عبرة بالزائد ما لم يسامت، ولا عبرة بالزائد ما لم يسامت، ما يكونش في يعني في اتجاه الذكر الاصلي، يعني يكون عنده حاجة زائدة كده في بطنه، اسفل بطنه على جنب مش في مكان الذكر الاصلي، دي ما لا عبرة بيه لانه لا يسامت الذكر الاصلي. يسامت يعني يبقى في نفس مكانه، في نفس مكانه، في نفس جهته. وشمل ما ذكر ما لو كان الذكر اشل او غير منتشر، يبقى حتى لو كان الذكر بتاعه غير منتصب وادخله يبقى وجب برضه الوسط. وكذلك حتى لو كان الذكر اشل، يعني لا يتحرك، عنده جلطة او عنده اي شيء من الامراض، ثم ادخله برضو وجب الغسل. مش يقول لا ده غير عامل، ده مشلول، لا برضو يجب الغسل. خدت بالك؟ كل دي صور يجب ان الانسان يعرف. وشمل ما ذكر ما لو كان الذكر اشل او غير منتشر او كان عليه خرقة ولو غليظة. بيجيبوا الوقت حاجة اسمها كندوم، اللي هي من ضمن وسائل منع الحمل، او دي ما كانش يم، لكن شوف قالها. فواحد يقول طب انا واحد بيدخل ذكره لكنه مش البشرة في البشرة، ده بيبقى فيه حائل، واخد بالك، اللي هو الكندوم المعروف، هل يجب الغسل ولا لا يجب؟ قال لك اهو يجب. بيقول ولو كان عليه خرقة، يعني بغطاء، اي غطاء. طب وافرض الغطاء ده غليظ، برضو ولو غليظ. او كان مبانا، طب افرض مقطوع خالص، مقطوع خالص منفصل كده، بحيث انه هو مقطوع منفصل لكن اللي يشوفه يعرف ان ده ذكر، ده ذكر. فراحت واحدة ادخلته في فرجها، وجب عليه الغسل، ولكن لا يجب على المقطوع منه. فهمت ازاي؟ أو كان مبانا، يعني مقطوعا منفصلا تماما، بحيث يسمى ذكرا، لكن لا يجب الغسل على صاحب الذكر المقطوع منه، وإنما يجب على المولج فيه. وكذا الفرج من المرأة إن كان مبانا، افرض امرأة فرجها اتقطع خالص وانفصل عنه، فراح واحد أدخل ذكره في هذا الفرج المبان، وجب الغسل على هذا الرجل، ولكن لا يجب على المرأة المقطوع منها الفرج. وهكذا زي القصة، نفس القصة في الذكر، فإنه يجب الغسل على المولج لا على المرأة المقطوع منها. ولو دخل شخص كله فرج امرأة، عقلة الصباع فأرض ايه العمالقة، بيتصور هذا، عارف انت الأسطورة دي اللي هو عقلة الصباع الصغير ده راح أرض العمالقة، فراحت واحدة من العماليق امرأة، راحت واخدة عقلة الصباع دخلته في فرجه كله على بعضه كده، فيبقى وجب عليها الغسل وعلى عقلة الصباع الغسل. يبقى عقلة الصباع عايز يطلع يصلي، نعمل في ايه؟ نقول له اطلع اغتسل. ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل، لأنه صدق عليه دخول حشف فرجا، لأنه هو لما دخل كله دخلت حشفته معاه، ولا اعتبار بكونه دخل تبعا. كل دي صور غريبة، لكن هي بتحاول تبين لك، اولا بتفرفش معك شوية، تقعد انت تفرفش وتضحك، دي حاجة برضو ظريفة بتمنع الملل في الدراسة، لان الانسان لما بيقعد يدرس حاجة بيمل ساعة، فبتبقى فيها ظرف، فيها كمان بتعلمك الملكة الفقهية، وبتعلمك الذكاء، وبتعلمك افتراض المسائل العجيبة الصعبة والحلول ليها تبقى ايه مطابقة للقواعد، كأن بيديك تدريبات، عارف انت ما تاخد قاعدة ويديك تدريبات امتحان عليها بمسائل غريبة وبعدين تطبق عليها القاعدة، هي دي نفس القصة. منه، لأن بيقول
بإيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج منه، أي من الحي الواضح، ذكر حي واضح أو قدرها من مقطوعها. افرد واد وهم بيطهروه قطعوا حشفته، وبدي بنشوفها كجراحين احنا بنشوف بيطهروا في مولد السيدة زينب، كل مولد السيدة زينب، واحنا المستشفى بتاعتنا جنب السيدة زينب، فتبص تلاقي كل مولد يجي لنا عيلين ثلاثة، هم بيطهر مثلا في المولد 10,000 طفل ولا 2000 ثلاثة، بيجوا من جميع الأرياف عايزين يطهروا في المولد عشان يحصل لهم البركة، والحلاق يعمل له كشك وقاعد يقطع، وزحمة بقى عليه، في الزحمة يروح قاطع له خطأ حشف الذكر ولا اتنين، عيل ولا اتنين من آلاف هو عمل، يقول لنا احنا في المستشفى العيال دي بنعالجهم وبتاع، لكن ما تعرفش تعوض اللي اتقطعت، فبيفضل طول عمره ذكر وبغير حشف. طب افرض ده الواد ده كبر واتجوز، يبقى متى يجب عليه الغسل؟ بإدخال قدر حشفته في فرج المرأة، بإدخال قدر حشفته في فرج المرأة، واخد بالك ازاي؟ أو قدرها من مقطوعها، أي وإن جاوز حد الاعتدال. افرض الواد ده كان حشفته نصف ذكره، لكن الحشفة المعتادة بتبقى حوالي ربع الذكر مثلا، لكن الواد ده مخلوق كده الحشفة بتاعته حوالي نصف ذكره، يبقى الاعتبار بكل مخلوق على حدة، مش الاعتبار بالحد المعتاد، لا كل مخلوق على حدة. أي وإن جاوز حد الاعتدال فلا يعتبر قدر حشفة معتدل، لأن الاعتبار بصاحبها أولى من الاعتبار بغيره، ويعتبر قدرها من الملاصق للمقطوع إن كان متصلا، يعني لو كان جزء منه مقطوع ومتصل فيبقى بقدر إيه؟ الملاصق للمقطوع، يعني حشفته مدلدلة منه كده، وقع منه مدلدلة على حتة جلد، يبقى بقدر الملاصق للمقطوع قدره، لأنها قد تنفصل تماما بالكلية يبقى نعتبر قدرها، وقد تنفصل جزئيا فتبقى مدلدلة فتصير غير عاملة، ففي الحالة دي بقدرها من إيه؟ من المتصل، ويعتبر قدرها من الملاصق للمقطوع إن كان متصلا، وإلا فمن أي جهة كان، وهذا ظاهر إذا علم قدرها من مقطوعها، فلو لم يعلم قدرها منه، طب هو مش عارف قدر حشفته إيه لأنها اتقطعت وهو عيل صغير، وبعدين كبر الوقت وبقى متجوز، هو مش عارف كان قدر حشفته إيه، فلو لم يعلم قدرها منه اجتهد، يعني اجتهد يقول لك ان غالب الرجال بيبقى حشفتهم مثلا تلت الذكر ربع الذكر، يبقى يعتبر ان لو ادخل الربع او التلت يبقى خلاص يجب على الغسل، يبقى ده معناه هيجتهد لانه ما يعرفش، فان لم يظهر له شيء عمل بالاحوط على الاقرب، ويعتبر في فاقدها خلقة. طب افرض واحد اتولد يعني من غير حشفة اصلا، مش كانت موجودة واتقطعت، لا اتولد كده من غير حشفة اصلا، فنعرف قدرها من اخواته، نشوف اخواته وعيلته قدر حشفتهم قد ايه، ربع ذكرهم تلت ذكرهم، لان الوراثه بتدخل في الموضوع، يبقى نقول له ان الايه قدرها حسب اقرانه، ويعتبر في فاقدها خلقه حشفت اقرانه بالنسبه، فاذا كانت حشفتهم ربع ذكرهم كانت حشفته ربع ذكره اللي هو الباقي يعني، وهكذا. فلو ادخل بقى دي الحشفة اللي احنا قاعدين نتكلم فيها من الصبح دي في فرج اي قبل او دبر، فقال لك فرج يبقى يدخل القبل والدبر، صحيح اتيان المرأة في دبورية حرام، واتيان الذكر حرام، واتيان البهيمة حرام من الكبائر، كل هذه كبائر، لكن افرض واحد فعل هذه الكبيرة واراد ان يتوب يجب عليه الغسل بادخاله في الفرج سواء قبل او دبر، يجب عليه الغسل اللي دخل فيه واللي ادخل، كويس، لانه يسمى فرج، القبل والدبر يسمى فرج، فهمت ازاي؟ فما بيقول في فرج اي قبل او دبر ولو من نفسه، يعني بيتصور واحد ذكره طويل قوي لدرجه راح تناه ودخله في ايه، في فرج نفسه، في دبر نفسه، قال لك برضه يجب عليه الغسل ولو من نفسه كان ادخل ذكره في دبره، فيجب عليه الغسل، لكن لا حد عليه على المعتمد لأنه لا يشتهي فرج نفسه، واضح الكلام؟ طيب.
ولو أدخل ذكره في ذكر آخر، يتخيل برضو تخيلات غريبة كده. لكن افرض واحد فتح الذكر واسع والتاني ذكر وإيه رفيع خالص، فأدخل ذكر ده في ده، يبقى ده برضو فرج. ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما كما أفتى به الرملي. يبقى يعرفك ان الفقه الاسلامي متسح حتى لبعض الناس اللي عندهم شذوذ في الافكار وشذوذ في التصرفات. الفقه الاسلامي واسع، ما فيش حاجة اسمها واحد مطرود من رحمة ربنا. كل واحد مهما غلط عنده حل ويتوب الى الله ويروح يصلي، وباب التوبة واسع. يبقى لما بتيجي تقرأ الصور العجيبة دي بتعرف قد ايه سعة رحمة ربك، وقد ايه ان الاسلام ده يشمل كل الناس، ويشمل كل الناس اللي سلوكها حتى معوج، مفتوح الباب ليهم. وبعدين احنا قرأنا في سير الصالحين اللي كان في بداية حياته كان زاني وكان قاطع طريق وكان حرامي وكان قتل قتلة وكان كل حاجة، وبعدين تاب إلى الله وصار من أولياء الله الصالحين الكبار. الفضيل بن عياض مش كان قاطع طريق وكان بيسرق وغيره وغيره كثير، وبعدين الوقت بعد ما تاب نقول الفضيل بن عياض رضي الله عنه جزاه الله خير، ونتبرك بذكر اسمه بعد توبته. فربنا سبحانه وتعالى باب واسع، رحمته واسعة. وجب الغسل على كل منهما كما أفتى به الرملي لعموم الفرج لذلك كله، لأنه من الانفراج وهو الانفتاح، فكل منفتح يسمى فرجا، وكثر استعماله عرفا في القبل، ولو غيب حشفته في شفريها، لكن ما أدخلوش في الفرج، يعني بين إيه شفريها، كأن كان طويلين لم يجب الغسل، فلا بد أن يغيب حشفته في داخل الفرج. والقيود دي هي اللي بيتحدد بيها أن ده زاني ولا مش زاني، عشان يقام عليه حد الزنا برضه لازم يغيب قدر حشفته عشان يبقى اسمه زاني. إنما لو عمل أي حاجة غير كده ما اسموش زاني، يعذر لكن لا يقام عليه حد الزنا. يبقى الأمور دي برضه هتيجي تفيدك لما تبقى قاضي وتنظر في قضية زنا. فهمت ازاي؟ يبقى هتفيدك القضايا دي في باب الغسل، وتفيدك ايضا في باب حد الزنا ومتى يجب حد الزنا كجريمة. طب لو الحشفة اشلت والنكهة تكون منفصلة، هل عليه الغسل اللي اخدها؟ ما ايوه خلاص، طالما متصلة بذكره. لكن خدها ولزقها له في قفاه خلاص، لازم تبقى مسامتة. غير مسامتة يعني لكن لو متصلة ما زالت لسه في جلدة ما بالذكر خلاص تاخد حكم الذكر. تاخد حكم الذكر. ما هو يا إما أدخلها هي يا إما أدخل قدرها من ذكره الثاني، الاثنين يجب الغسل في الحالتين. أول لا أيوه، طالما هي متصلة ومقطوعة. خدت بالك؟ يا إما قدرها من الأصل المتصل أو قدرها من المنفصل انفصال جزئي. فهمت زي دي كل ده يجب. فلا بد أن يغيب حشفته في داخل الفرج وهو ما لا يجب غسله في الاستنجاء. إيه هو الفرج بتاع المرأة اللي هو يحدث به الإدخال؟ قال لك ما لا يجب غسله في الاستنجاء. الاستنجاء لما بتيجي تستنجي المرأة بتقعد على قرفصها، اللي بيظهر منها هو ده اللي بيجب غسله، واللي ما يظهرش لا يجب غسل. فيبقى علشان نقول ان الحشفة دخلت لازم تدخل فيما لا يجب غسله في الاستنجاء. واخد بالك ازاي؟ لكن بين الشفرين بيجب غسله من الاستنجاء، لانه اذا جلست جلسة القرفصاء بيظهر، يجي عليه بول، يجي عليه حاجة، فلازم تغسل مكان هذا الموضع. ويصير الآدمي المولج فيه ايضا جنبا، يبقى المولج والمولج فيه الاثنين يبقوا جنب. ويصير الآدمي ومثله الجني بخلاف غيرهما كالبهيمة. البهيمة غير مكلفة، واحد أدخل ذكره في فرج بهيمة هنغسل البهيمة يعني؟ من غير مكلفة، لكن يجب على الايه. يبقى المولج فيه إن كان آدمي أو جني. جني يعني مكلف، الجن مكلفين. ومثله الجني بخلاف غيرهما كالبهيمة. وده يتصور في الجن اللي تصور في سورة آدم. فهمت ازاي؟ يتصور فيه، لكن طول ما هو مش متصور في سورة آدمي مش هيتصور أصلا الاختلاف
الطبيعتي. اما الميت، افرض ادخل في فرج ميت والميت ده كنا غسلناه، لا يجب اعادة غسله، لا يجب اعادة تغسيله مرة اخرى، واخد بالك؟ اما الميت محترز الحي، وقوله فلا يعاد غسله بإلاج فيه، اي وكذا باستدخال ذكره، كما استدخلت امرأة ذكر الميت، وبرضه لو ميت ذكر وجت امرأة ادخلت ذكر الميت بعد تغسيله في فرجها، لا يجب إعادة غسل الميت برضه. بل هذه الصورة هي المناسبة لمفهوم الحي المتقدم في كلامه، لأنه ذكره في إلاج لا في الإلاج فيه. كل ده في الحي الواضح، الذكر الواضح. طب افرض بقى خنثى، مشكل، يعني خلقته ما نعرفش ده ذكر ولا أنثى، ده يسموه الخنثى المشكل، عشان كده كلمة واضح خرجت الخنثى المشكل. وأما الخنثى المشكل محترز الواضح، وقوله فلا غسل عليه لكن يستحب. الخنثى المشكل ده احنا عارفين ده راجل ولا ست، خدت بالك ازاي؟ فإذا أدخل العضو اللي احنا يشبه الذكر فيه في فرد آدمي، ما لا يجب هو عليه الغسل، لأن ده قد يكون عضو زائد، فهمت ازاي؟ وإذا أدخل ذكره في فرجه اللي احنا متصورين انه فرج، لا يجب عليه الغسل، لانه قد يكون زائد، قد يكون ثقب زائد. لكن اذا اولج هو العضو الزائد فيه ثم اولج في فرجه، يبقى وجب عليه الغسل، لان على الحالتين هو يا كده يا كده، واحنا مش عارفين، فطالما حصلت في الاثنين يبقى وجب عليه الغسل. فهمت الخنثى المشكل حلها؟ دي مساله كانت بتيجي كده ساعات في الاسئله الشفوي، عشان يعني يتصور منك الأستاذ أنت فاهم المسألة الفقهية ولا لا، بس عشان يعرف. وإن كان الوقت ما بيردوش يسأله في المسائل الغريبة دي، كان زمان بيسأل، لأنه كان همه يعرف هو بيخرج فقيه ولا لا، لكن الوقت هو عايز يخرج عيل علشان يشتغل علشان يأكل عيش، بيقولوا كده والله، قال لك يا عم خليه يتخرج يا عم عشان يأكل عيش، أهله قاعدين بيصرفوا عليه، أدي الطريقة بتاعته، فبقت مسألة تفريخ مش مسألة تعليم. هنقرأ بقى كلام الشيخ. وقوله فلا غسل عليه لكن يستحب، في الحالة دي يستحب لو في أحد فرجيه حصل إدخال، أو هو أدخل في أحدهما، يبقى يستحب بس احتياطا، لكن لو حصل الاثنين، ولو حذف لفظة عليه لكان أولى، لأنه لا غسل على غيره أيضا بإلاج حشفته ولا بإلاج في قبله، ولو اجتمع إلاج حشفته في غيره وإلاج غيره في قبله وجب عليه الغسل، يعني الاثنين بس، لأنه أجنب ولا بد، فإن كان رجلا لأنه أجنب ولا بد، يعني لابد أن يكون قد أجنب لما اجتمعت الاثنين فيه، فإن كان رجلا فقد أجنب بإلاج حشفته في غيره، وإن كان امرأة فقد أجنب بإلاج غيره في قبله. وقوله في قبله قيد خرج به ما إذا أولج غيره في دبره، يبقى وجب عليه الغسل، إيه؟ لأن ما فيش خلاف في دبره، الخلاف في القبل، في الخنثى المشكل، يبقى الكلام في الخنثى المشكل، المشكلة كلها في القبل، إنما في الدبر هو الدبر واحد، يبقى لو أولج في دبره وجب عليه الغسل قولا واحد، فإنه يجب الغسل عليهما لأنه لا إشكال في دبره. ومن المشترك، يعني من موجبات الغسل المشترك بين الرجل والمرأة بعد التقاء الختانين، نزول المني. ومن المشترك بين الرجل والمرأة في موجبات الغسل إنزال، أي خروج المني. تقدم أنه حل معنى لا حل إعراب. قوله إنزال، المراد بالإنزال النزول، ولو من غير فعل فاعل، يعني حتى لو نزل المني لوحده من غير فعل فاعل برضو وجب الغسل، ولو من غير فعل فاعل، كما أشار إليه الشارح بقوله أي خروج، ولا بد من خروجه إلى ظاهر الفرج في البكر، وإلى محل يجب غسله في الاستنجاء في الثيب. يبقى البكر، المرأة البكر بيبقى فرجها شوية يعني ما مش باين زي فرج المرأة اللي سبق لها ولادة
وزواجه كده. فالجزء اللي يبان من فرج المرأة البكر أقل كثيرا وهي جالسة في القرفصاء من المرأة اللي سبق لها الزواج والولادة. فبيقول إذا كانت بكر يبقى لازم علشان نقول نزل منها المني يظهر خارج فرجها، إنما المرأة الثيب عشان نقول خرج منها مني يبقى ولو بين شفريها يكفي، اللي هو الجزء اللي يبان حال الاستنجاء. وإلى خارج حشفة الرجل، ويبقى نزول المني يعني لازم يخرج خارج حشفة الرجل. طب افرض خرج في قصبة الذكر وما خرجش لحد الحشفة، لا يجب الغسل إلا لما يظهر بره، لكن يثبت به البلوغ، يثبت به البلوغ بس، لكن لا يجب الغسل إلا إذا خرج خالص. واضح؟ وإلى خارج الحشفة في الرجل، فإن لم يخرج من القصبة فلا غسل، لكن يحكم بالبلوغ بنزوله إليها، وإن لم يخرج منها حتى لو كان في صلاة أتمها وأجزأته عن فرضه. ممكن دي هينزل حتى بفعل الجاذبية، مش كده برضه؟ ده ينزل فعل الجاذبية حتى، مش صح؟ طب أمال إمتى تقف في قصبته ويتم صلاته ولا ينتقد وضوءه ولا تنتقد صلاته ولا يجب عليه الغسل؟ إذا كان رابط ذكر سهلة. في ناس من كتر الوسوسة بتاعتها بيحس إن في حاجات بتنزل، فكان زمان يعمل إيه؟ يروح رابط ذكر وقت صلاته. واخد بالك ازاي؟ قال علشان اما يجي يوطي كده ويعمل كده سمع الله من حمده ويطلع وينزل ما يحسش ان حاجه خالص. فافرض الجدع ده كان عامل في نفسه كده لانه موسوس في ايه؟ في الوضوء. وبعدين وهو بيصلي حس ان المني خرج في قصبته، ولانه رابط ما خرجش من حشفه، يتم صلاته. اهو ده يتم صلاته. فهمت ازاي؟ ولا يجب عليه الغسل. بعد الصلاة هيفك الرباط تروح نازلة بقى فعل الجاذبية العادية، يبقى يغتسل بقى. فهمت الصور دي كلها واردة يعني. والوقت بدل الرباط ده بيتباع حاجة في الصيدلية اسمها بنايل كلامب، مشبك ذكر، بيتباع في الصيدلية الآن بنايل كلامب. واخد بالك ليه؟ لأن في ناس ساعات يعملوا عملية بروستاتا، تبص تلاقي بعد عملية البروستاتا يصحصح منه بول كده، يبقى متضايق في صلاته قوي، واما يجي ينام بالليل يلاقي نفسه مبلول، وتبقى مشكله. بيبقى راجل كبير وبيبقى طبعا عايش حياه كده محترمه طول عمره، وهيبقى بقى في وسط الناس ماشي مبلول كده ببوله، وعمليه مزعجه جدا بالذات بالنسبه للمسلمين اللي متعود يصلي ومتعود عايز يبقى هدومه طاهره، وحكايه بتبقى بالنسبه له ازمه كبيره. فاتعمل كان زمان بيربطه، الوقت بقى بيتباع حاجه اسمها ايه؟ بنايل كلامب، اللي هو مشبك ذكر، بيتباع في الصيدلية. فحاطط هو مشبك الذكر ده كده وبيصلي، فحس ان في مني خرج فالمشبك ده منعه، يبقى يتم صلاته. فهمت؟ ده المني هنقول وصفه بقى. لا الودي ده بينقض الوضوء لو خرج خالص برضه، طالما ما خرجش بالظاهر حتى ولو البول. احنا بنتكلم في موجبات الغسل، احنا بنتكلم موجبات الغسل وقلنا خروج المني، لكن في موجبات الوضوء بقى خروج البول او الودي او المزي، ده يوجب الوضوء ما يوجبش الغسل. خدت بالك؟ طبعا طبعا. اي سائل يخرج من القبل وما فيهوش صفات المني وملوش صفات البول يبقى يا ودي يا مزي، سهل. فهمت ازاي؟ ويبقى كل اللي يخرج من السبيلين يوجب الوضوء ما عدا المني يوجب الغسل، سهلة دي. خدت بالك؟ فإن لم يخرج من القصبة فلا غسل، لكن يحكم بالبلوغ بنزوله إليها، وإن لم يخرج منها حتى لو كان في صلاة أتمها وأجزأته عن فرضه. إنزال المني سمي منيا. ليه سمي منيا؟ لأنه يمنى يعني يصب، كلمة يمنى يعني يصب، دي في اللغة كده. أي يصب؟ قال تعالى من نطفة إذا تمنى إذ تصب يعني.
ويعرف المني بإيه بقى؟ الصفات بتاعته بتدفق، أي تدفع أو لذة وإن لم يتدفق لقلته، أو يكون ريحه كريح العجين أو ريح الطلع إن كان المني رطبا، أو ريح بياض البيض إن كان المني جافا. كل الحاجات دي مهمة عشان لو وجدوا في ثوبه يشم ويعرف ده أي مني ولا مش مني، إذا كان رطب هيبقى ليه طبيعة، إذا كان جاف هيبقى ليه رائحة. وإن لم يلتذ وإن لم يتدفق، يبقى مش شرط اجتماع كل الصفات دي، يعني تدفق خلاص يبقى مني، خرج بغير تدفق لكن مصحوب بلذة يبقى مني، لو خرج ولا يذكر لا لذة ولا احتلام لكن وجد أثره في ثوبه ولقى رائحته رائحة الطلع أو العجين أو رائحة بياض البيض، يبقى كل ده وجب الغسل بأي علامة من العلامات دي. واضح؟ بأي علامة من العلامات دي. طلع النخل يا طالع الشجر، الطلع اللي هو طالع النخل اللي هو ذكر النخل، مش كده برضه؟ ما هو النخل فيها ذكورة وأنوثة برضه، يعني بإيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه في تأبير النخل، يسموها تأبير النخل أو التلقيح، يعني بلغة أهل الزراعة يقول لك تلقيح النخل، اللي بلغة العرب يقول لك تأبير النخل، واخد بالك؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تأبير النخل، هل نؤبر يا رسول الله أو لا نؤبر؟ قال أبرت أو لا تؤبر، الله سبحانه وتعالى يخلق. كلام جميل، لكن علمهم، أراد أن يعلمهم. هم عملوا ليه كده؟ ما هم طول عمرهم بيقبروا النخل، طول عمرهم من قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يجي، وأهل المدينة عندهم نخل وعارفين تأبير النخل وعارفين إن النخلة لو متقبرتش مش هتثمر. لكن إيه اللي خلاهم يعملوا الحكاية دي؟ لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم زرع النخل بإيده لسيدنا سلمان طرح من غير تأبير ببركة النبي، فقالوا طب ونقبر ليه بقى يا رسول الله؟ طب ما نسيبه بقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعرفهم إني لست كهيئتكم، انتم من اهل الدنيا خذوا بالاسباب، انما انا مع رب الاسباب، اتعلموا. فقال لهم والله قبرتوا ما قبرتوا جربوا، فما رضوش يقبر، فالنخل كله ما طرحش. فقال لهم انتم اعلم بامور دنياكم، يعني معنى كده هو يجهل امور دنياهم؟ لا، يجيبوها في ادله ان النبي لا يعلم الا الشرعيات، اما امور الدنيا ما يعلمهاش. شوف قله الادب، والله مكتوبة في كتب، قلة أدب مع النبي. بقى النبي يجهل أمور الدنيا وده عايش في جزيرة العرب اللي كلها نخل، عايش أكتر من 63 سنة، ده الفلاح اللي ما راحش حتة عارفها، يبقى النبي يجهلها؟ عيب عيب. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم حاجة تانية، معنى آخر، أراد يعلمهم إن هناك أناس من أهل الأسباب وهناك ناس من أهل التجريد. أهل التجريد لا يأخذون بالأسباب، وربنا سبحانه وتعالى يجري الخير على أيديه وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم، إنما أنتم من أهل الأسباب، فإزاي أنت عايز تسيب الأسباب وأنت ربنا خلقك في الأسباب؟ إرادتك الأسباب وأنت من أهل التجريد نزول عن الهمة العالية، واخد بالك؟ وإرادتك التجريد وأنت من أهل الأسباب من الشهوة الخفية. فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يأدبهم، افهم، لكن مش تجيبها لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش امور الدنيا، ده اللي كان عيان يروح النبي يعالجه. طب ما هو الطب ده من امور الدنيا، كان النبي بيعالجه صلى الله عليه وسلم. جاءه الجماعه اللي جايين من قبيله رعل ولا قبيله ايه كده، قبيله من القبائل، قالوا اتنين فعيوا واستوخموا المدينه، بعتهم مع إبل الصدقة، قال لهم اشربوا من ألبانها وأبوالها حتى تبرأ، يبقى وصف لهم علاجه. أول ما خفوا راحوا إيه، ذبحوا الراعي وساقوا الإبل وارتدوا، فبعت وراهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل معهم حد الإيه الحرابة، سمل أعينهم وقطع إيديهم ورجليهم من خلاف وتركهم في الحرة في الصحراء، يعني
يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا. حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. معروفة القصة في صحيح مسلم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش يعني أمور الدنيا؟ ازاي بقى ازاي تجرؤ وتكتبها كده والحاجات دي مكتوبة من زمان من قبل احنا ما نتولد في كتب الأصول للي ما يعرفوش أصول مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومكتوب في باب اجتهاد النبي في كتب الأصول ما لا يليق ويجب إعادة كتابته مرة أخرى مع مراعاة الأدب مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوزون الخطأ في اجتهاد النبي ويجيبوا لك أمثلة لم يخطئ فيها النبي ويعتبروه أخطأ فيها لسوء فهمهم، وهم علماء على أجل على عنا وعلى رأسنا لكن فتاهم هذا لأنهم قلدوا بعضهم البعض دون أن يفكروا. فهمت إزاي؟ لكن لو فكروا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطئ في أسرى بدر في اجتهاد يذكروا أن إيه أنه أخطأ وهو لم يخطئ، ده جاء القرآن مطابقا لاجتهاد النبي، يبقى فين اللي أخطأ؟ ما أخطأش. هو لما نزل القرآن قتل الأسرى ولا قبل الفداء برضو؟ جاء مطابقا لاجتهاد النبي ولا مش مطابق؟ يذكروها يقول لك ان اجتهاد سيدنا عمر كان أصعب من اجتهاد النبي. غلط، ده اجتهاد النبي هو اللي مشي عليه الأحكام، مش كده برضو؟ أمال بقى منين يكتبوها ويقولوها على المنابر؟ ويقولوها على المنابر ليه؟ لأن بيقلدوا بعض بدون تفكير، لكن لو فكر يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله كان معصوما أعلم الخلق بأمور الدنيا وبأمور الآخرة وبأمور الشرع، أعلم الخلق على الإطلاق نبيين، دي كده معروف لا يغيب عليه شيء، لأن أمور الدنيا عايزة فطانة وذكاء، والنبي أصلا لابد أن يكون فطنا ذكي. أذكى عصر كل عصر هم الأنبياء، مش كده برضو؟ والنبينا هو نبي الأنبياء فهو أذكى الأنبياء وأفطن الأنبياء. إذا كان يا أخي برنارد شو اللي هو كافر بالنبي قال إيه؟ قال لو سيدنا لو محمد بن عبد الله كان بيننا الآن لحل مشكلات العالم وهو يحتسي كوبا من القهوة. مشكلات العالم دي مش أمور دنيا؟ مش قال كده؟ يبقى إذا كان الكفار أدت للنبي قدره وعرفت قدره في العلم، نقوم إحنا في كتابنا يا مسلمين يا مسلمين، وأنا قريت الحاجات دي بعناية في باب اجتهاد النبي في أصول الفقه ومكتوب من قرون وما زال يدرس إلى الآن بلا تفكير، والمفروض يعاد كتاباتي مرة أخرى مراعاة لمقام النبوة، واخد بالك؟ وللأسف الناس بترددها وتجري ورا بعضها، ويجاب لك حادثة تأبير النخل وحادثة مش عارف ايه وحادثة ايه وحادثة، كلها حوادث مش فاهمينها. عفى الله عنك لما أذنت له، يقول لك شوف ربنا لامه، أبدا ربنا ما لاموش، ده عفى الله عنك، دي أسلوب خبري مش استثناء مش إنشاء، أسلوب خبر يعني ربنا رفع عنك معرفة حكمة الإذن لأن الله أراد أن تأذن لهم، لأن إرادة الله إنهم ما يخرجوش، إرادة الله إنهم ما يخرجوش، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سمعون له، ولو أراد الله لهم الخروج لا أعد لو أراد لهم، يبقى ربنا ما أردش لهم الخروج، فغطى على النبي صلى الله عليه وسلم حكمة منعهم من الخروج، يعني معنى عفى عنك أي تغطية الحكمة، فأذنت لهم دون أن تعلم الحكمة لأنها مطابقة لمرادي، لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، فيبقى ربنا ملموشه، ده ربنا أيده. افهم وبتقرأ في التفاسير بلاوي مكتوبة في الآية دي في التفاسير في حق النبي، لأن اعتبروها إنشائية مش خبرية، لما اعتبروها إنشائية كأن ربنا بيدعو لي بيقول له خلاص عفينا عنك في خطئك في اجتهادك للإذن لهم، وكان الأولى ألا تأذن لهم ليفتضحوا، يقولوا كده في التفسير، في حين أن مراد الله غير كده خالص، مراد الله غير كده خالص، ده مراد الله ألا يخرجوا لأنهم لو خرجوا كانوا حيزدوهم خبالة، فأيد النبي في الإذن لهم، ولكن أخر بيان حكمة الإذن لهم
لنزول القرآن حتى يظهر أن كل فعل يفعله النبي وراءه حكمة خفية حتى لو خفت على النبي، لأنه موفق، لأنه إمام الموفقين صلى الله عليه وسلم. افهم افهم، لازم تاخد بالك من الحاجات دي كويس قوي. اتقي زلة العالم، ففي علماء كتير زلوا في هذا المجال. احنا ايه اللي دخلنا في الشغلة الكبيرة دي؟ طيب تأبير النخل، الطلح دي غلط غلط، ده بيقفوا على المنابر يقولوا ان سيدنا عمر كان اولى من في اجتهاده في غزوة بدر، في اسرى بدر، من اجتهاد النبي. انا بقول لهم لو سيدنا عمر كان بيصلي والله لا يطلع يرزعك علقه وينزلك من على المنبر ويقف هو يخطب، ويقول لهم كذابين. فهمت ازاي؟ ما هو جاله متخف. اي ما هي، هم مش فاهمين. عفا هنا يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، واخد بالك ازاي يعني؟ فالعفو لها معاني كثيرة. العفو هنا بمعنى الزيادة، والعفو هنا بمعنى الرفع، يعني اعفو عنا واغفر لنا، يعني ارفع عنا اسم ايه؟ اسم ما فعلناه، يعني الرفع، كأن الله رفع عنه حكمة الإذن لهم. عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي حتى تأذن لهم، واخد بالك ازاي؟ أي لأجل أن تأذن لهم. فلما أذن لهم ظهر بعد ذلك بتكملة السياق انه كان اذنه مطابق لمراد الله، مش كده برضو؟ بعدها على طول اقرأ بقية السورة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم. يبقى ربنا كرها بعث فخلى نبيه اذن له. الله، يبقى فعل النبي مطابق لمراد الله. والحكمة ان لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سماعون له. اف حاجات جميلة. عبس وتولى، يا دي المصيبة يا دي المصيبة، قالوا فيها مصايب. بقى النبي بيعبس والنبي يتولى. عمر ما النبي معروف بالتواتر كده وبالقرآن وبكل من عاش معه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخفي بشره عن أحد، وأنه كان دائم البشر. وربنا سبحانه وتعالى نفسه نفى عنه هذا، قال لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت له، فازاي يعبث وازاي يتولى؟ يبقى اللي عبث وتولى مش النبي. اقرأ في القرآن مين اللي عبس ومين اللي تولى. اقرأ سورة المدثر، ثم عبس ثم أدبر واستكبر، ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. يبقى اللي عبس هنا الكافر، اللي عبس هنا الكافر، ربنا بيوصف الكافر كأنه عبس الكافر وتولى عنك يا رسول الله حين دخل عليك الأعمى. وما يدريك أيها الكافر لعل هذا الأعمى يتزكى. يبقى ربنا بيوصف حال الكافر، فهم؟ عبث وتولى الكافر أن جاء إلى النبي الأعمى، وما يدريك أيها الكافر لعله يتزكى، يا أيها العابس لعله يتزكى. فهمت إزاي؟ وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. وبعد كده تحول الكلام للنبي، أما من استغنى يا رسول الله يا حبيب الحق لا تبذل جهدك معه إذا استغنى، لأنك لم تؤمر أن تهلك نفسك من أجلهم، إن عليك إلا البلاغ لا ترهق نفسك. أما من استغنى فأنت له تصدى، وكان عليك أن تتركه، أن تتركه ولا تهتم به. أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، تنشغل عنه بهذا العابس المتولي البعيد، كلا إنها تذكرة. يبقى الكلام كله هنا في حق النبي مش على النبي.
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. النبي اجتهد وأراد أن الناس كلها تؤمن بيه، وربنا بيقول له أنت ما ترهقش نفسك، فريق في الجنة وفريق في السعير، أنت بلغ وروح نام، ما تقلقش، أنت إمام المتقين، اللي يجي لك علمه، واللي يتولى اتولى عنه. يبقى كأن الله سبحانه وتعالى يلومه له لا عليه، يلومه له لا عليه. زي ما تقول انت لابنك مثلا، ولله المثل الاعلى، يا ابني انت كده تعبت نفسك في المذاكره وبتعمل، كفايه عليك كده، قوم نام بقى، قوم نام، احنا مش يعني تنجح وكفايه، ليه بترهق نفسك؟ يبقى انت قاعد بتلوم ابنك لايه؟ له مش عليه، مش عشان انت زعلان منه ابدا، لان هو بيبذل جهده فوق طاقته فيما انت تريده منه. فهمت ازاي؟ يبقى دي تزكيه، افهم المعاني. يبقى كل الحاجات دي لازم الواحد ياخد باله منها. عبس الكافر وتولى عن النبي ان جاء النبي الاعمى، وما يدريك ايها الكافر لعل هذا المستضعف الاعمى يزكى. اما من استغنى يا رسول الله عنك فاستغني عنه انت اولى، لان النبي كان رحمه للعالمين، فكان عايز كل الناس تسلم، وده اطمأن ان ده مسلم خلاص، فهو بيبذل جهد مع اللي ما اسلمش. فهمت ازاي؟ فانت عنه تلهى، وما يدريك لعله يزكى. اما من استغنى فانت لو تصدى، وما يدريك لعله يزكى. واما من جاءك يسعى هذا الاعمى فانت عنه تلهى. كلا، وظيفتك ايه؟ التذكره. لا تبذل نفسك ولا تعرض نفسك لمن لا يعرف قدرك، ولمن يعرض عنك، لأنك أعز الخلق لدي. فدي المعنى، تمشي كده ماشية واضحة، لكن عشان مفسر من 1250 سنة قال كده، الكل قلده 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 قلده، كل واحد يكتب تفسير يقلد ده يقلد ده يقلد ده يقلد ده، لما بقى هو ده كده، وهي مش كده خالص، ده خطأ شائع وانتشر. فهمت ازاي؟ والمشكلة انك انت لازم تفكر، ويبقى تفكيرك ماشي مع تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم. اي تفسير ينزه النبي ويبينه في اعلى قدر هو ده قدره اصلا، واي تفسير يهز هذه الصورة اعرف انه باطل، باطل على طول، وما تاخدوش دي سهلة، يبقى من بدع التفاسير. طيب، ما هو عتبه له لا عليه. واما من جاءك يسعى فأنت عنه تلهى. فاعتبر النبي هذا معاتبة لطيفة. فهمت ازاي؟ ادي معنى عاتبه، مش عشان عبث، عشان انشغل عنه بالكلام مع الكافر الذي هو في قدر الله من أهل النار وليس من أهل الجنة، من المخذولين. فهمت ازاي؟ بس ففي عتاب لطيف، عتاب له لا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لا عايزين نجمعها والله، بس مش قايلين عبث وتولى، مش قايلين الكلام ده، واخد بالك؟ يعني قليل من الناس اللي اتكلموا في المواضيع دي. لكن ليه بقى؟ لان المشكله في المفسرين. انت لما هتيجي تكتب تفسير قران بتعمل ايه؟ بتراجع كل كلام المفسرين السابقين وتتاثر بيهم، وتبتدي تصيغ انت بعباره جديده، مش كده برضه؟ فادي المشكله اللي وقع فيها المفسرين جميعا، ان هم قعدوا يصيغوا عبارات جديدة لكن على معنى طلع من الاول اول خالص خطأ. فهمت ازاي؟ لكن لما تخرج من النطاق ده، واللي يخرجك من نطاق التقليد ده ايه؟ محبتك للنبي وارادتك الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، وانك انت تمنع كل شميمة نقص قد تأتي اليه. فتبص لها، لما تبقى عندك النية دي ربنا يوفقك، يبين لك العلامات، يوضحها لك على طول. زي برضو إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو النبي ليه ذنب؟ قلنا هنا إضافة المصدر إلى مفعوله، ليغفر لك الله ما فعلوه قبلك من معاص وكفر بدعوتك اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فيفتح القلوب لك فيدخلون في دين الله أفواج ببركتك، فلا يموتون على الكفر ويدخلون النار، بل يمهلهم الله
فيفتح عليهم ببركة دعوتك لقولك اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لأنهم فعلوا الذنب قبلك، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، أي ما فعل قبلك من ذنوب وكفر، فغفره الله بأن فتح القلوب للدخول في الإسلام. واضحة هي؟ مش أنت نفسك بتقول ساعات ده الرجل ده ربنا وقعه في شر أعماله بذنبي، يعني عشان ظلمني بذنبي، بتنسب إيه؟ بتنسب لنفسك والذنب وقع عليك وأنت لم تفعل، يبقى نسبت الضمير لمفعوله. فمن انتصر بعد ظلمه، يعني بعد وقوع الظلم عليه، مش كده برضو؟ فمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، مش كده بس؟ ولا من انتصر بعد ظلمه، يبقى يجوز إضافة الضمير إلى مفعول المصدر إلى مفعوله، مش كده برضو؟ فيبقى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، الذنب ده أذنب ذنبا مصدر، والكاف هنا يبقى إضافة المصدر لمفعوله، أي الذنب الوقع عليك، الذنب الذي وقع عليك. فهم؟ واضح. ما هو انا بقول لك بيقلدوا بعض. ايوه يقلدوا بعض. عارف انت مثلا الرازي في فتوح الغيب كاتب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتاخر في صفحتين ثلاثه كلام المفسرين السابقين، وبعدين في الاخر كده قايل ايه؟ وقد تكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله أو فاعله، والله أعلم. ونقل على الإيه؟ على الآية الثانية، جابها كده بسرعة، ما بينهاش، ما وضحهاش، مع إن هي دي السر كله في الحتة دي، كانت فيها الحل ويبطل يكتب الصفحتين الأولانيين. فهمت إزاي؟ قالها في مفاتيح الغيب. لا لا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق هذا كله، لأن الله وفقه في كل خلق وفي كل قول وفي كل اعتقاد طول حياته حتى قبل البعث إلى أن، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي غفر لأجلك معاصي الكفار. فإذا كان لأجلك الكفار دخلوا الجنة، تبقى أنت قلقان ليه يا رسول الله؟ لأن كل أمته في صحيفة حسناته. طب تعب نفسك ليه يا رسول الله؟ أدي معنى كلام ستنا عائشة. أي لأجلك. أيوة، ما هي كده، ما هي الله هنا لأجلك. احنا هنروح امتى؟ أيوة. ها؟ ايوه. ايوه، خد بالك، دي حته برضو دي بيجيبوها، فتح الله عليك، في بتاعه غزوه بدر. قال هل هذا المنزل انزلكه الله يا رسول الله، بل هي الحرب والمكيده؟ قال هي الحرب والمكيده. فراح قال له يبقى ننزل هنا ونعمل هنا، فنزل على قول ايه؟ الحباب. افهم الحته دي لفته قويه جدا. لا ابدا، ده لفته قويه جدا. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موقعه بدر، لو وقف فين كان هينتصر، لان ربنا وعده بالنصر. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقف بغير ايه الامر ده، مش فاهم يعني، مش في باله. هو في باله في نزال، هيبقى في نزال وان شاء الله هينتصر وواثق من هذا، ولكن كان بيدعو كثيرا ومجتهد. ليه؟ لان حال النبي مع ربه كده، افتقار وعبوديه واضطرار، لأن كلما عرفت ربك كلما اضطررت إليه. كويس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم القوات الحربيين من بعده، مش علشان هو ينتصر بقول الحباب، هو منتصر حتى لو ما خرجش ده معاه. فهمت إزاي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن القوات الحربيين اللي من بعده، لأنه هو أسوة للقوات الحربيين أيضا، أن هم في فنون الحرب لازم ياخدوا بالهم من النقاط دي، الموقع اللي هيقف فيه يبقى استراتيجي، ويبقى ياخد راي من هو دونه حتى لو كان جندي عادي، ويبقى هو قائد ياخد رايه ان كان فيه الصواب. يبقى اراد ان يعلمهم المعاني دي كلها. فهمت المساله؟ لكن النبي كان منتصرا في اي مكان يقف فيه. فهمت المساله؟ والله اعلم.
فبيقول هنا سمي منيا، احنا قلنا بقى انه هو بيبقى رطبا كايه، كطلح النخل والحاجات دي، وان لم يلتذ وان لم يتدفق. ولو شك فيه هل هو مني او ودي، شك في ثوبه كده يا ترى ده مني ولا ودي، يبقى لا يجب عليه الغسل، لكن يستحب لكن لا يجب. فله ان يختار كونه منيا ويغتسل او وديا ويغسله ويتوضا، ليه الاختيارين طالما اشتبه عليه. وله الرجوع عن الاختيار الاول ويختار خلافه ولا يعيد ما صلى ما فعله بالاول، لان كل منهما ظن ولا ينقض ظن بظن. ان تبين خلافه يعني تيقن عليه عيد، لكن لو المساله لسه في الظن ما يعيدش خلاص. نعم ان تبين خلافه نقض اختياره الاول ولزمه اعاده ما فعله به، ولا فرق في العلامات المذكوره بين الرجل والمراه، يعني مني الرجل كمني المراه في العلامات السابقه، ده المعنى. على المعتمد خلافا لقول الامام والغزالي، الامام يعني الرافعي والغزالي اللي هو الامام الغزالي، خلافا لقول الامام والغزالي ان مني المراه لا يعرف الا بالتلذذ، ولقول ابن الصلاح انه لا يعرف الا بالتلذذ والريح، والاول هو قول الاكثر انه زي صفاته زي صفات مني الرجل. من شخص اي من الشخص نفسه الخارج منه اول مره بخلاف مني غيره، خد بالك بخلاف مني غيره، يعني لو خرج المني من فرج امرأة جامعها زوجها ولم تصل هي إلى حد الشهوة بعد غسلها لا يجب عليها إعادة الغسل. لكن لو خرج من فرجها بعد غسلها وقد بلغت حد الشهوة مع زوجها فاختلط بمنيها، فإن خرج إعادة الغسل. سهل؟ واضحة؟ الحمد لله. يعني نقراه. أي من شخص نفسه، من الشخص نفسه الخارج منه أول مرة بخلاف مني غيره، فإذا خرج من فرج المرأة مني جماعها بعد غسلها فلا تعيده إن لم تكن لها شهوة أصلا، زي صغيرة لا تشتهى، أو كانت مثلا نائمة، أو لها شهوة ولم تقضها كنائمة، وكذا إن وطئت في دبورها، وده طبعا حرام، لكن افرض وطأها في دبورها فاغتسلت وبعد غسلها خرج منها المني من دبورها لا تعيد، ثم خرج منها مني الرجل، فإن كان لها شهوة وقضتها وخرج المني من قبولها وجب عليه الغسل لأنه مختلط من منيها ومني الرجل. ولو استدخل منيه بعد غسله ثم خرج منه لم يجب عليه الغسل، يعني خد المني بتاعه بعد غسله وحطه في حقنة كده وراح حقنه تاني في الماسورة بتاعته وأنا خرج بيلعب وخرج تاني، واخد بالك؟ يبقى لا يجب عليه إعادة الغسل. فهمت؟ وبرضه دي مهمة في إيه؟ في حاجة اسمها التلقيح الصناعي، سمعتوا عنه؟ طيب بتروح الست لدكتور النساء عشان ما بيخلفوش هي وجوزها، يقوم الدكتور يديهم ميعاد وياخد البويضة منها وياخد مني الرجل، كل ده في انبوبه اختبار، ويعمل التلقيح، ولما يوصل مده معينه مناسبه ويطمئن ان حصل تكاثر ومشيت الامور في الانبوبه حلو، يروح واخد ايه ده ويروح مدخله في رحم المرأة، لا يجب عليه الغسل بادخاله. سهله كده برضو، يعني المسائل دي ما كانتش ايامهم لكن بقت ايامنا اهي، ما كانش على ايامنا، واخد زي ما بيجيبوا في التلفزيون الاعلان بتاع الحاجات دي، منع الحمل وتجيب لك ست عجوز تقول لك ما كانش على ايامنا، لان على ايامهم كان في حياء فما كانوش يقدروا يقولوا الحاجات دي في التلفزيون، انما الوقت الحياء اترفع ودي من علامات الساعه، فبقوا يكتبوا الاعلانات حتى على الاتوبيسات. يجوز اذا كان من مني الزوج وبويضه الزوجه عشان ما تختلطش الانساب، حرام تختلط الانساب لو فيها لا في بلاد المسلمين لا، احنا دكاتره النساء زمايلنا اصدقائنا ناس طيبين مسلمين صالحين ما يعملوش كده ابدا،
ابدا ما يعملوش كده، واخد بالك ازاي؟ لكن في الارياف كانوا بيعملوا كده، تجيب لها منية اي واحد في صوفة وتحطه في فرجها علشان ايه؟ تحمل وتورث جوزها، بدل ما كانت ايه هتورث منه حاجة بسيطة تقوم تحمل وتجيب لها بقى الست صاحبتها المني من اي حتة، واخد بالك؟ وخلاص. كانت بتحصل الحاجات دي زمان في الارياف وفي المجتمعات عموما لما يكون في غرض، وان كان الحاجات دي كلها حرام قطعا، لكن ليست زنا، ليست زنا بس حرام قطعا، لانها اكل اموال الناس بالباطل، هينبني عليها ارث مختلف وينبني عليها اختلاط الانساب، يبقى حرام قطعا لكنها ليست زنا. منها ايجار الارحام برضه، واخد بالك؟ ياخدوا مني رجل وبويضه امراه ويحطوها في رحم واحده ثالثه، لا ليها علاقه بده ولا بده، حرام قطعا، لان استدخال مني رجل اجنبي في فرج امراه اجنبيه عنه حرام وليس زنا، ولكنه حرام قطعا. واضح؟ ينسب لأمه التي حملته مش لصاحبة البويضة. طب واضحة، واضحة، وإن كان حرام. فناخد بالك، شوف بقى هنا بيقول إيه، ولو استدخل منيه بعد غسله ثم خرج منه لم يجب عليه الغسل بخروجه ثاني مرة، ولو أمن الخنث من أحد فرجيه لم يجب عليه الغسل، لاحتمال أن يكون زائد مع انفتاح الأصل، فإن أمن منهما أو من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل. ده الخنث المشكل، يعني الخنث المشكل ما يجبش عليه الغسل بخروج المني إلا لو خرج المني وخرج الدم، يعني حاض وأمن الاثنين مع بعض، علشان نقول أكيد، لأن ده مشكلة بغير علاج، يعني مجرد خروج المني ده موجب للغسل ولو بغير علاج. قيد بذلك ليكون الوجوب مستندا الى الانزال، قيد بذلك ليكون الوجوب مستندا الى الانزال خاصه، فقوله بعد ذلك ولو كان الخارج بجماع او غيره ليس في محله، فالصواب حذفه لمنافاه هذا التقييد، ولعله غفل عنه بعد ان كتبه. يعني بيقول ان التقييد ده ملوش لازمه لانه قايله قبل كده معروف. وان قل المني، يعني حتى لو خرج المني ولو قليل ولو قطره واحده برضه وجب الغسل، اي سواء كثر او قل فهو تعميم اول، وقولك قطره بفتح القاف ولو كانت على لون الدم لكن عرف بخواص السابقه برضه يجب الغسل، لانه ممكن يمني المني يبقى فيه دم، يبقى عنده التهاب في الحويصله المنويه، عنده التهاب في البروستاتا، عنده التهاب في مجرى البول، وينزل مني مدمم، ممكن يبقى برضه يجب الغسل. مش تقول علشان ده دم والمني بيبقى مش لونه زي الدم يبقى ده مش من، لا، طالما في الصفات حتى اللون ما يهمش. ولو كان الخارج بجماع او غيره كان الصواب حذفه برضه لمنافاه التقييد السابق. في يقظه او نوم، يعني لو اخرج الحاجات دي في يقظه او نوم برضه يجب، اي ولو بغير احتلام، ولو راى في فراشه او ثوبه منيا لا يحتمل انه من غيره لزمه الغسل. واضح؟ طالما الفراش ده بتاعه بس ما حدش بينام عليه غيره يبقى لزمه الغسل. وان احتمل كونه من غيره وكونه منه سن لهما الغسل، يبقى الاثنين يغتسل بشهوه او غيرها، لكن لابد من وجود علامه اخرى من علامات السابقه، من طريقه المعتاد، يبقى خروج المني لازم يبقى من طريقه المعتاد، اي المعتاد خروجي منه، سواء كان المني مستحكما بأن خرج لغير علة، يعني خرج من خروجه المعتاد متحكم فيه يعني بغير علة مش بمرض، أو غير مستحكم بأن خرج بعلة بقى بيخرج بغير إرادة نازل كده سلس مني يعني، أو غيره، أي غير طريقه المعتاد بشرط أن يكون مستحكما. طب لو كان من غير طريقه المعتاد، لو خرج من غير طريقه المعتاد وهو متحكم فيه، غير طريقه المعلق المتحكم فيه، يبقى يجب الغسل. فإن كان غير مستحكم ومش من طريق المعتاد لم يجب الغسل. طريقه المعتاد اللي هو من الذكر، إنما افرض مفتوح له فتحة فوق ذكره كده بعيدة أسفل بطنه بعد عملية جراحية لخبطوا السكك قطعوا له هنا وعملوا له هنا، بتحصل. فبس الراجل لقى المني بتاعه بيطلع من خرم تاني، مش الخرم بتاعه، تاه يعني،
واخد بالك؟ ما بيطلعش من السكه بتاعته. لا، ما احنا قلنا طالما مش من طريقه المعتاد يبقى غير مستحكم، لانه الاصل موجود. لكن لو هو مولود كده مالوش اصلي ويخرج من دي بس، يبقى واجب الغسل في الراجح. فهمت المساله؟ أن يكون فإن كان غير مستحكم لم يجب الغسل، فقول الشارح كأن انكسر صلبه فخرج منيه ليس في محله، لأنه حينئذ لا يجب الغسل إلا أن يقال هو تصوير لخروجه من غير طريق المعتاد بقطع النظر عن إيجابه الغسل أو لا، أو يقال أن المني خرج بسبب الشهوة مثلا لا بسبب الكسر، وإن كان بعده لكنه خلاف الظاهر من عبارة الشارح، ويشترط أن يكون من صلب الرجل وترائب المرأة في الانسداد العارض. خد بالك الحتة دي مهمة، لما يبقى انسداد عارض زي ما قلت لك جراحة، عمل عملية، عمل حاجة فحصل انسداد للعارض ده وفتح له فتح، يبقى يشترط أنه يبقى من صلب الرجل أو من ترائب المرأة في الانسداد العارض، بخلاف الانسداد الأصلي اللي هو مولود كده يعني، فيكفي خروجه من أي منفتح في البدن. واضح؟ لا من المنافذ الأصلية عند العلامة الرملي خلافا للعلامة ابن حجر، يبقى فيها خلاف بين العلامة الرملي في الايه، في اللي هو الأصل. ومن المشترك أيضا الموت، اللي هو من احنا قلنا الثلاثة موجبات الغسل مشتركة بين الذكر والمرأة، التقاء الختانين، نزول المني، الثالثة الموت، الثالثة هي. ومن المشترك حل معنى يعني لا حل إعراب كما تقدم، الموت أي عدم الحياة كما من شأنه أن يكون حيا، وقيل عما أي عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، وقيل عرض يضاد الحياة، ده تعريف الموت، عرض يضاد الحياة، تعريف الموت عرض يضاد الحياة، لقوله تعالى خلق الموت والحياة، فكأن الموت ده شيء مخلوق، ولكن الموت يحتاج ظهوره في محل، وما لا يظهر إلا في المحل يسمى عرض، مش كده برضو؟ لأن المخلوقات إما جوهر أو جسم أو عرض، فالجوهر هو الذي يفتقر إلى المحل وليست له أجزاء، مش كده؟ يفتقر إلى حيز وليست له أجزاء فاسمه جوهر، والجسم يفتقر للحيز وله أجزاء، والعرض الذي يحتاج لمحل يظهر فيه، زي السفرة والحمرة والخضرة في النبات، وزي الشحوب في الوجه، واحد يشوفك يقول لك انت شاحب ليه؟ يعني الشحوب ده محتاج وجه عشان يظهر، ده اسمه عرض. فهمت ازاي؟ فقالوا ان الموت والحياة ده عرض من الاعراض تحتاج لجسم لتظهر فيه. فهمت ازاي؟ فقال لي تعريف الموت يعني. وقيل عرض يضاد الحياة، لقوله تعالى خلق الموت والحياة، إلا في الشهيد، الشهيد ده لا يغسل، أي فلا يجب غسله بل يحرم عندنا معاشر الشافعية شهيد المعركة، لأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. كويس؟ فلا نزيل أثر العبادة، لأن الجرح ده والدم اللي نزل منه في المعركة ده عبادة كبيرة. في مذاهب تانية بتقول فالشافعية قواعدهم إن إحنا لا نزيل أثر العبادة المشرفة. ولذا كره الشافعية استعمال السواك لإزالة الخلوف من فم الصائم، لأن الخلوف من فم الصائم أثر عبادة الصوم، والصوم عبادة شريفة. وربنا سبحانه وتعالى الرسول بيقول إيه؟ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا يكره استخدام السواك بعد الزوال للصائم عند الشافعية حتى لا يزيل أثر العبادة الذي هو مستحب عند الله. كذلك يحرم تغسيل الميت الشهيد حتى لا يزال أثر الدم الذي هو مستحب عند الله، لأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فماشي مع القاعدة بتاعت الشافعية. وإلا الكافر برضو لأنه لا يجب غسله بل يجوز، جارك واحد مسيحي مات وجارك، فبيسألوك نغسله ولا ما نغسلوش يا عم الشيخ؟ قلت لهم والله يعني غسلوه ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة يعني مباح،
مباح. فهمت ازاي؟ والا السقط برضو، السقط اللي نازل من المرأة طالما لم يستهل صارخا لا يجب تغسيله. اذا لم تعلم حياته يعني لم يستهل صارخا، يعني ما نزلش وقوق ولو وق وبعدين مات لو خد نفس واحد، يبقى خلاص يجب تغسيله ودفنه والصلاه عليه. لكن ما وقوقش نزل ميت، يبقى ايه؟ يجب تكفينه ودفنه ولا يجب تغسيله. ويستحب الصلاه عليه ان ظهر فيه اثار الخلقه وكان اكثر من 6 اشهر، خروجا من خلاف من اوجب، لان في القول القديم قالوا يجب، والحنابله يقول لك يجب ان ظهرت فيه اثار الخلقه. فيها تفصيل هتيجي في احكام الجنائز. طيب، والا السقط اذا لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه كما سياتي تفصيله في الجنائز. ونقف على 3 تختص بها النساء ان شاء الله الاسبوع القادم. في سؤال نقراه ونمشي. رجل يرتدي اسورة نحاسية في رسغه لعلاج الروماتيزم دون استشارة الطبيب، وهذه الاسورة يجب ارتدائها لمدة 3 اشهر لتحقق نتيجة، فما هي كيفية وضوءه للصلاة؟ يحركها بس، يحرك الاسورة عشان يدخل المية تحتها ويرجعها تاني وخلاص. وهو لبس النحاس للرجال مكروه مش حرام، فان كان لغرض العلاج فخلاص يلبسه مع الكراهة. لبس النحاس والحديد أظن للرجال برضو مكروه، لأنه لباس أهل النار، نسأل الله السلامة. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون غفلا عن ذكره الغافلون.